الهاي ليفل ديزاين برنسبل اللي بعد كده هو to accommodate users needs and preferences. ممكن نتكلم عليها دي في ضوء مثلا ثلاث حاجات دول. اول حاجه to prioritize اليوزر انبوت، يعني احط اولويات للانبوت اللي جالي من اليوزر. اوكي، انا قلت قبل كده ان مهم ان انا اخد فيدباك من اليوزر وانا بصمم الجهاز بتاعي، بس مهم جدا اكتر من كده كمان ان انا مش بس اخد الفيدباك ده زي ما هو كده واحطه على طول كديزاين سبيسيفيكيشنز، لا ده لازم اشوف ايه المهم فيه وايه اللي مش مهم. لان في اطباء كتيره جدا بيبقى عندهم مثلا حاجات خاصه جدا عايزين يعملوها ما بتبقاش لها اكشوالي بوبولاريتي. يعني ممكن لو احنا جبنا عدد من الاطباء ممكن تلاقي مثلا لو احنا جبنا 100 طبيب مثلا ممكن تلاقي 50 فكره، وال 50 فكره دول ممكن ما يكونش متقبلهم اكتر من واحد، يعني كل واحد بيبقى شايف الحاجه بشكل مختلف. فلازم ان انا ابص من وجهه نظر واسعه شويه واشوف الانبوت دوت ده ممكن فعلا يبقى له فايده ولا ملوش فايده، واحط برايورتيز للحاجات الاهم فالاهم قبل ما اخد الانبوت ده على طول كده في الايه في التصميم بتاعي. والحاجه الثانيه الحقيقه ان انا برضو لما بتكلم على ان انا باخد فيدباك من اليوزرز ما بتكلمش ناخد فيدباك مثلا من احسن دكتور في المجال الفلاني، ده مش صح اكشوالي. يعني لان احسن دكتور او الثوت ليدرز اللي هم الايه بقى اللي هم بيوجهوا الراي العام يعني في الطب مثلا في المجال بتاع الجهاز دوت، ده بيبقى بيبص بوجهة نظر يعني ايه عاوز يشخص مثلا الواحد في المية في المية من الحالات اللي هي ما حدش يعرف يشخصها. فبيبقى بيبص لوجهة نظر محددة وعايز يعمل حاجة sophisticated، عايز يعمل حاجة بتأدرس يعني problem يعني ما هياش بمنتشرة كتير، غير الاطباء اللي هم شغالين بقى في 99% من الحالات. اوكي، فلازم ناخد wide spectrum من اليوزرز، والwide spectrum من اليوزرز ده ممكن نتكلم عليه ان هو ممكن يكون فيه اطباء من different ranks، يعني اطباء جامعيين واطباء بتوع مستشفيات حكومية واطباء بتوع مستشفيات خاصة، وفي هيئة تمريض، وفي مثلا التكنيشنز بتوع المستشفى اللي بيشغلوا الاجهزة بعض الاحيان، وفي يعني في wide spectrum من اليوزرز لازم كلهم الحقيقه يتحطوا في الاعتبار، مش بس الثوت ليدرز، مش بس الناس اللي هم احسن دكتور مثلا او اكبر بروفيسور في المجال اللي هو بتاع الجهاز اللي انا بعمله تصميم دوت. برضو حاجه مهمه جدا ان احنا we have to let users set the pace. يعني الناس الحقيقه بتكره ان الجهاز هو اللي بيبقى بيقود الدكتور، الدكتور دايما بيحب ان هو يبقى بيشتغل على الجهاز هو اللي يقول للجهاز يعمل ايه مش العكس. فمعنى كده ان ما ينفعش مثلا ان انا الجهاز بتاعي دوت يبقى يقول لي مثلا دخل لي كذا وبعد كده استنى هو شويه وبعد كده يقول لي دخل لي كذا تاني وبعد كده شويه دخل لي كذا تاني وبعد كده، يعني لازم الدكتور هو اللي يقول للجهاز بتاعه اعمل كذا امتى، ولازم يبقى according to the pace of the user يعني نفسه. يعني مثلا لو بكلم مثلا على نوع من انواع الكوميونيكيشن بين الجهاز والدكتور، لو في مثلا النتائج بتاعه التشخيص مثلا بتطلع على الشاشه بتاعه الجهاز لفتره معينه، لو النتيجه دي طلعت واختفت بعد فتره قصيره اوكي يبقى في مشكله طبعا. لان في بعض الناس لو انا قلت ان الحاجه دي المفروض تطلع فتره محدده على الشاشه، في بعض الناس ممكن تعتقد ان الفتره دي قصيره، في ناس ممكن تعتقد الفتره دي طويله، وقليل جدا اللي ممكن يقول ان الفتره دي معقوله. فكده يعني احنا كده خلينا ان معظم الناس ما يبقوش مبسوطين من الحاجه دي. فلازم ان الحاجه اللي تطلع مثلا على الشاشه في الكوميونيكيشن بتاع الاسينشال انفورميشن يبقى معتمد على اليوزر ان يقول خلاص انا شفت الحاجه دي ويشيلها مثلا. اوكي، او ان هو يبقى يعني هو اللي يقول للجهاز خلاص بقى نموف اون نعمل كذا بعد كده. فلازم الجهاز يبقى بيشتغل بالبيس او بالريت بتاع الشغل بتاع الدكتور مش العكس، مش الدكتور اللي بيشتغل بالريت بتاع الشغل بتاع الايه بتاع الجهاز. الهاي ليفل ديزاين برنسبل اللي بعد كده هو we have to establish realistic expectations of users. يعني ما ينفعش ان انا ابقى عندي ideal expectation لليوزر او ما عندي مثلا ideal user كده في اعتباري وببني على اساسه كل حاجه في الايه في الديزاين بتاع المكنه بتاعتي. يعني معناها ان احنا we have to يعني not rely on training، يعني ما اعتبرش ان التريننج ده هيطلع لي perfect users، ده عمره ما بيحصل. التريننج زي ما انا قلت قبل كده ان هو الطبيب او الهيئة التمريض بيبصوا على الحاجة الاساسية اللي هم متعودين يعملوها ويشوفوا بتعمل ازاي وذات ست، ما بيبصش على اي حاجة تانية خالص. فبيسكلي لو انا جيت بعد كده في الاكشوال ورك انفايرمنت لقيت ان في عندي حاجة محتاج ان انا استعمل فيتشر في الجهاز هو ما اهتمش بيها في التريننج هتبقى مشكله. فما ينفعش ان اقول خلاص ان التريننج ده هيديله كل حاجه ومتوقع ان هو هيركز في التريننج بحيث ان هو يفهم كل حاجه. نفس الكلام برضو
do not rely on instructions for use. يعني ما اقدرش اقول مثلا ان انا استعمال الجهاز ده عشان اتاكد ان هو سليم هحط كل حاجه في الانستراكشنز فور يوز بحيث لما الدكتور يقراه يقدر يفهم بيشتغل ازاي. اؤكد لكم ان في كل الاجهزه اللي في معظم المستشفيات والعيادات والحاجات دي كلها الانستراكشنز فور يوز دي غالبا بتضيع يعني فتره قصيره جدا بعد ما الجهاز بيركب. فايفنشولي او ممكن مثلا بعض الناس مثلا يبقى الطبيب اللي كان موجود ساعه ما استلم الجهاز يبقى هو اللي معاه الانستراكشنز فور يوز ده ويجي بعد كده يمشي وواحد تاني يجي مكانه فالناس ما تبقاش عارفه ده موجود فين. فالحقيقه اعتماد على ان في عندنا انستراكشنز فور يوز موجوده مانيوال بتاع الانستراكشنز فور يوز او الاوبريشن مانيوال بتاع الجهاز بتاعنا وان المستعمل الجهاز بتاعنا دوت اليوزر بتاعنا دوت هيبقى عنده اكسس ليه ده ما هوش اسامبشن صحيح الحقيقه. برضو do not rely on warnings. يعني لو انا اعتبرت ان انا دلوقتي الجهاز بتاعي كل ما يحصل مشكلة هدي انا warning لليوزر بحيث ان هو ياخد باله. الحقيقة الwarnings دي بتبقى ساعات very annoying بالنسبة لليوزرز. يعني لو انا تخيلت كده ان انا عندي software كل ما اعمل حاجة يطلع لي مسج كده ان انا الحاجة دي غلط. اوكي لو انا غلطت في كلمة في حرف وانا بكتب يقول لي دي غلط يعني يطلع لي مثلا كل دقيقة مثلا warning. غالبا دي بتبقى فيري انوينج بالنسبه لليوزر ما بتبقاش فيري وايز استراتيجي بالنسبه لايه بالنسبه لليوزر انترفيس. غالبا لو انا عارف ان في مشكله معينه ممكن تحصل لازم اعمل لها سيف جاردز ما اسمحش انها تحصل من الاساس واخلي الورنينج دي اخر خطوه خالص يعني تبقى اخر لاين اوف ديفنس بالنسبه لايه لما بيكونش عندي اي حاجه ثانيه اقدر اعملها خالص. اوكي يعني ما ينفعش ان انا اعتمد عليها تبقى هي المين استراتيجي بتاعتي او هي الفيرست ريسبونس بتاعي لما يحصل مشكله. برضو do not rely on user's memory. طبعا user's memory دي ممكن احنا نقول عليها ان هي بنحتاجها مثلا في حاجة زي لو في عندي مثلا استعمال الجهاز ده بيتطلب كذا خطوة. اوكي لازم اعمل كذا وبعد كده اعمل كذا وبعد كده اعمل كذا وبعد كده اقيس مثلا. اوكي ممكن في اثناء اللخبطه للطبيب ده ممكن يكون عايش فيها او حسب الجهاز نفسه محطوط في انفايرمنت شكلها عامل ازاي. لو هي محطوطه مثلا في الامرجنسي كير مثلا هنلاقي ان احنا عندنا ان هو اليوزر ده ممكن يكون بيشتغل في الخطوه الثانيه اوكي وجاله ديستراكشن يعني جاله حاجه خلاته يبقى مشتت مثلا فبيبص لحاجه ثانيه وبعد كده يرجع ثاني عشان يكمل. لازم ان انا ما اعتمدش ان يوزر يبقى فاكر هو كان فين ممكن يكون نسي فعلا. فلازم انا يبقى عندي طريقه ان انا وهو بيشتغل لازم يبقى هو عارف هو فين بالظبط وعارف المفروض يروح فين وعارف يبقى جاي منين او عارف ان هو دخل قبل كده انبوت عامله ازاي. لازم اليوزر انترفيس عموما ما يعتمدش ان اليوزر ده زي ما كنت بقول كده قاعد ما وراهوش غير الجهاز ده وبيحط كل حاجه ورا بعضيها كده ما عندوش اي حاجه في النص بين الخطوات وبعضيها. لا ممكن اعتبر ان في النص ممكن يبقى فيه انترابشن وفي الانترابشن ده ممكن يحصل ان اليوزر دوت يبقى ايه يبقى يلوز تراك اوف وات واز جوين اون. فلازم ان انا اديله يعني بوضوح مكانه فين ومفروض ان الخطوه اللي جايه ايه يعني اقدر بمعنى صح اساعده بحيث ان هو لو الميموري بتاعته ما ساعدتوش انا اساعده المكنه تديله جايدنس عشان يعرف هو هيعمل ايه بالظبط. الحاجه الثانيه we have to avoid overload information overload. information overload دي يعني الجهاز بتاعنا كل شويه يطلع معلومه اوكي لا ما يستحسنش يعني يستحسن ان هو الجهاز بتاعنا يطلع المعلومه اللي مطلوبه دلوقتي بس. يعني لو فرضا دلوقتي انا كنت محتاج اعرف مثلا مكنه الهيموداياليسيس مثلا محتاج الالترا فلتريشن اوكي ما ينفعش اطلع لليوزر تقرير كبير قوي كده وفي رقم واحد هو الالترا فلتريشن اللي هو اللي حصل قد ايه كميته حصلت قد ايه دلوقتي اوكي. لازم الحاجه اللي اليوزر عاوزها تظهر بشكل واضح. بقيه الحاجات الثانيه اللي هي ماليه الشاشه دي ممكن ان هي تبقى ديستراكشن بالنسبه لليوزر. فيستحسن ان انا الانفورميشن ان انا بديها لليوزر من الجهاز لازم تبقى على القد اللي هو محتاجه ما احطش معلومات كتيره زياده ما لهاش لازمه. وكل ما خليت المعلومات بتاعتي كونسايز وتبقى تو ذا بوينت الحاجه الاساسيه تبقى هي اللي موجوده بس ما يبقاش في حاجه تانية معاها كل ما خليت الفوكس بتاع الايه بتاع الطبيب يبقى يعني موجود ويبقى يعني ما يخرجش عن الحاجه اللي المفروض يشوفها من من الداتا اللي انا بحطها له دي. الحاجه الاخيره خالص في الجزء دوت do not assign users tasks that are better suited to the device. يعني لو في حاجه الجهاز المفروض يعملها ويقدر يعملها ما يعملها. ما ينفعش مثلا ان انا يبقى في عندي حاجه في يعني محتاجه مثلا ريبيتيتيف موشن مثلا يعني حاجه محتاجه ان انا اعمل حاجه ريبيتيدلي اوكي واخلي اليوزر هو يعملها خلي المكنه هي اللي تعملها. المكنه احسن في الحاجات اللي هي فيها تكرار
او مثلا ما خليش ان في حاجات فيها كالكوليشنز اليوزر هو اللي يعملها، لا برضو المكنه هي اللي تعملها. يعني لو فرضنا مثلا الفوليوم بتاع مثلا ليجن معينه، المفروض ان هي عباره عن لها اكويجن معينه، الاكويجن دي بتبقى مثلا رقم مثلا فاكتور كده 0.67 كذا في ديستانس اكس مثلا بيقيسها مع الصوره، في ديستانس واي يقيسها مع الصوره، في ديستانس زي بيقيسها مع الصوره مثلا. اوكي، لو انا خليت اليوزر استلو بس الاكس والواي والزي من على الصوره وسبته هو يحسب الحسبه دي، يبقى ملهاش معنى. انا المفروض اخليه يحسب الاكس والواي والزي من على الصوره او يقيسهم من على الصوره، وانا احسب له مباشره الحاجه اللي انا اللي هو عايز يحسبها دي. ملهاش معنى ان انا اخلي اليوزر يبقى معاه كالكوليتر وهو قاعد قدام المكنه اللي تقدر تحسب. ففي حاجات كتير الحقيقه ممكن تبقى بتخلي اليوزر انترفيس الحقيقه بيبقى صعب جدا ان هي يعني تخلي اليوزر يعمل حاجات يبقى فعلا حاسس ان المكنه هي اللي المفروض تعملها او تبقى هي بتعملها احسن من اليوزر نفسه.